مستمعي إذاعة الحيت فهم، مرحبا بكم في نشرة الصحة. نبدأ بالعناوين. وزارة الصحة تقرر سحب 4 أنواع من المكملات الغذائية من سوق الأدوية. وحوالي 12,000 شخص يعانيوا من الفشل الكلوي في تونس ويقوموا بالتصفية الدورية للدم. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة بتاريخ غرة مارس الجاري عن صدور قرار بسحب 4 أنواع من المكملات الغذائية من سوق الأدوية لعدم تطابقها مع المواصفات، حسب ما أعلنت عنه إدارة الصيدلة والدواء. نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يوضح بخصوص القرار هذا. حسب اللي معناها اللي نعرفوه، اللي تلقى فيهم إشكالية اللي الصنع نتاعهم فيه إخلال وإلا مضرين بالصحة ولا معناها فيه في حاجة اللي تحتم صاحبه من السوق. اليوم خلي ساعة نعملوا دعوة اللي ما عادش يكتبوا أي مكمل غذائي إلا إذا كان السيد اللي جاء قدمه للطبيب يبدأ يقدم له زاد معاه رخصة الترويج نتاعه، خاطر ثم بعض المكملات مرخصي. حكاية إريانا راهو زاد معمل مكملات غذائية ماهوش معمل الأدوية، فاكرة؟ دوك هذاك معمل مكملات غذائية، دوك الأدوية راهي. المشكلة هو إذا كان ثم طلب من المواطنين ولا طلب من عند الزملاء الأطباء، ما فماش لا نقولوا قانوني لا غير قانوني، هو ما فماش قانون أصلا. ودعوة من هنا للسيد وزير الصحة اليوم وللسيدة رئيس الحكومة، خاطر هو أمر حكومي، باش يصدروا في أقرب الأجيال، خاطر راهو ماهوش معقول اللي صاير في البلد. دعوة لزم هما خاطر زاد برشا يكتبوهم زملاء الأطباء، دوك باش ما عادش يكتبوا أي حاجة مشاكل، معناها باش يصير نهار إذا كان مادة ولا حاجة تتسرب لبعض المكملات باش تعمل مشاكل صحية للمواطن. من جهة أخرى، كشف نائب رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم محمد المنجي باشا أنه حوالي 12,000 شخص يعانيون من الفشل الكلوي في تونس ويقوموا بالتصفية الدورية للدم. وأضاف في تصريح الوكالة التونسفريقية للأنباء بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للكلى الموافق لثاني خميس من شهر مارس من كل عام، أنه العدد الجملي لعمليات الزرع المنجزة لم يتجاوز 2200 عملية خلال 40 عام، وهو رقم لا يستجيب لحجم المطالب في قائمة الانتظار لتتضمن أكثر من 1600 مريض إلى موفى سنة 2022. كما أوضح أنه من المفروض القيام بعملية الزرع لمريض من أصل 3 مرضى بالفشل الكلوي، ودعا عموم المواطنين للتبرع وإنقاذ الأرواح، وذلك من خلال التبرع من شخص حي أو من شخص مات دماغياً. في سياق آخر، تحدثت الدكتورة رانيل غيلوفي المختصة في سلامة الأغذية وجودتها عن سبب إرجاع فرنسا كمية من البرتقال المالتي إلى تونس، وقالت أن الغلال هذه تحتوي على كمية كبيرة من الرواسب الكيميائية للمبيدات الحشرية اللي تعتبر سموم وتأثر على صحة الإنسان وخاصة على المرأة الحامل، وتتسبب في اضطرابات هرمونية خاصة لدى الأطفال داخل بطون أمهاتهم، كما تأثر على الخصوبة وتتسبب في السرطان واضطرابات الغدد ومرض الزهايمر، مشيرة إلى غياب الرقابة في هذا الخصوص. وشدت الدكتورة على ضرورة حل إشكالية المبيدات الحشرية عن نطاق الدولة من خلال المراقبة السارمة وتوعية الفلاح اللي يمثل أول متضرر، في سياق متصل نبهة الغيلوفي من غسيل الخضر بواسطة ماء الجافيل، داعية إلى نقعها لمدة 20 أو 30 دقيقة في الخل الأبيض. نختم أخبارنا بخبر عالمي. في علاقة بفيروس كورونا، صرح عالم الفيروسات الروسي وكبير الباحثين في مركز أبحاث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة بأن وباء كورونا سينتهي، لكن لا يمكن استبعاد ظهور طفرات جديدة للفيروس. وقال ليست هناك حاجة على الإطلاق للذعر أو الخوف، الوباء يميل إلى الانتهاء، لكن بالطبع لا يمكن استبعاد وجود بعض الطفرات الجديدة اللي يمكن أن تتسبب بزيادة العدوى، ولا يمكن استبعاد هذا، لكن بينما كل شيء هادئ تماما يمكن انخفاض معين في المرض والوفيات بشكل عالمي. ختام نشرة الصحة، نذكركم بأهم العناوين. وزارة الصحة تقرر سحب 4 أنواع من المكملات الغذائية من سوق الأدوية. حوالي 12,000 شخص يعانيون من الفشل الكلوي في تونس ويقوموا بالتصفية الدورية للدم. كنت معكم سيوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك.